بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بنرو جهدار تريزدار صلاة خدير سروابن كال كاديب أنا يا خدش برنامه و برنامه إسلامي بوريدا ما دست بيكا بابت قضاء دولة أموية دا بحث كربي بابت قضای بابت اکی گله گله که مهم بی دزگاه وی دزگاه بیش دزگاه گرنگ ید کو ات با دولت اکا پیش کفتی دولت کا سردم لو ما معاویه خود جرازی بتن گرنگی کا تایبت دا بابت یه قضای قضا السرزمان دولت امویه امشین بیشین تمام کر با بو قضای ال زمان یه راشدی چون کو گلک صحابت پیغمبر اسلامت خود سر ما بین حتی چرخ دولت اموی یا یعنی حتی هنده قاضی قاضیا اوید کو زمان خلیفه پیغمبری در صلابت خود سر بنب کار قضای رابین ما حتی یعنی هر او کار بردوام که زمان دولت یا اموی بر هند دابین شیلوارت ایمان او و هروسا بيجري الشرعي يا يابرجاف ات زمان دولتا يا أمويادة أه يعني خلافات راشدين هندي او السر حكمي اوانا بخبخوة بابت قضايا دوري قضايا جي بريوت بري يعني هر احكام قضائي جي وانا دار بريت نبره هوريكا دا و وصا دولت اسلامي جه هریکل جه وا هریکل منطقه وا کاچا كا وا کار ویلايت وکي پيګه كي سياسي وکي ادارا سياسي دولت ليون جه ویلايت پرې بدر هر 17م د دګل د بابت قزاوي يعني هر د سبح حاكم جبين قاضي جبين السركسيكا قزاسترشتنه خاره او اورشد خلکه بو چاراسرټ کنو هورک جګواد کړم سر يعني بشيوا بشي كي عادل او يې يې درست

يانجي ساروكي دولت ابكار سياسة رابطه و وكي گوتي برنا خالكي بكتن اداره سياسة سياسات پريوابتن او كرسي كه قضايه بو هندك طيبتمنداو بهرتنش علماء و زنايت امته او او بابات قضايه پريواببم لو ما خليفه ي دولت اموييه اي دي وكي گوتي كارته سر بابات قضايه نما وحكم حكم و احكام و و نما إلا ابتني دوريوان بو دو كارا بو دو خالا ابتني يعني ما بي ايك شوانا بو دامزراندن قاضيا يعني قاضي شلاي شلاي خليفة يبت دامزراندن اشراف وزيرواني السر احكامت او درد كتنش محكمه يعني داكو اف أحكامته اتموافق بن بو حقية و بو قصدامن بي اوه اكو زيرواني مباشر السر

اجبار کو چه نابتن قاضی شل بکت بچت او کو بازار را دنیا بگرد و بازار را بکت و کد و کس پا بکتن قاضی لازمه سر کسی که رینش رین تخواره و لازمه دولت پیدویه ویت رو یعنی دابن بکن اشبار معاویه راتبه کی گلگلکی باش موچه کی گلگلکی باش، اکی باش گوتی یه قلو بو قاضی درد بری اجبارتی شكون چکو دور قاضي يعني چاوتوي نه چنه مال خلکي انج د درې شاهي سر مال خلکي نه کتنه اپواکي ګوتي پرېکا رشوت او پرېکا يا برتيلا هندیکه بابت قضايه بابت کې ګلګلکه حساسه لازم عدالته کام مطلق دي دابه قاضي دبرکي نه کتنه او هر وسات چاوویل مال خلکي نه بتن او دسته خدري شنا کتن په مال خلکي وایک برتيلو او واکي رشوت چنا بتن مګود ورګريدم اي كام كاس راتب بوهات يا فابرين و يا فابريجي طبعا امام عمر بي و اي كام كاس راتب بوهات يا فابرين سربابات قضاي امام ابو بكر بي بشتي بيا خليفه السحاريا كو يعني كو الكرسي الكرسيا دا المدينة بيغمبري صلاب طولي سربن المزجفة بيغمبري رين تخواري بو باباتي الوي إمام عمر جارك ديت إمام أبو بكر بشتي بيا خليفة چانتای ایانجی تشتای که یعنی آمانه که وی بی قصد سیکیت کتن امام عمر گوتا امام ابو بکر دکی بچی چی گوت والا چم خواه یعنی رزق کی بو عیال خواه پیدا کن اینا امام عمر گوت تو خلیفه بسرمانانی تو قاضی بسرمانانی شویر پی و چینا بتن تو بچی سیکا بازار را و وکی گوتی هفرکی الگل خلکی بکی سر پر تالو متاع دنیای زفرانده و جارا کدی مزگفتا پیغمبری و چو ناویوی البیت المال نبیسی راتبکی راتبک بو امام ابو بکر داربري يعني فابري او دا امام ابو بكر ايدي شون لك مقصدا من جي ابا ارزاق قاضي كو وكي غوتي وك راتبكش لا دوله تي و تي تدس نشان كرن بو يعني بو قاضي حتى يعني مؤرخ أفيد كو ميجو نفيسين بيجين حتى بين صد درهم اجي بين صد درهم بو قاضي اتهاتنا فابرين لوی سردمی 500 در هم راتبه گله گله مازم هندک قاضی آجیش لای و با کنار خود قضا ابری ود بر نش بر مال دنیای نوکر نش بر راتبی ای کشوانا مثلا بونمون مسروق اف قاضی گله گله که حتی بجن جی جیه شارزاتر بی بو مسئله بابت یعنی حکم و احکام و عدالت و و راستیت مسئله احکام ها مسروقی یعنی راتب نورد گرد وإيكش آخف تنتوي أبابي إتقوت روجا أس يعني حكمة بكم وأسوي حكم حكمي دا حقية يعني بصابينم الدافمن من بخير ترش هندكو أس صالة كي بكم تريكا خود تعالى دا بمعنى إيكي وكي مسروق يحتمال بري بي هند المالي الدنيا ينبي هندكو البر بي عدالت بر قرار ببتو وحقي يعني بر جاف ببتو هر بجهة مافو حقيقة خوشكو برايت عزيز بجارة إيكي التاريخ الاسلامي دا احكام القضاء بين النفسين او سر زمان دولتا يا اموي بي مصر ولاتك بي تابع بي دولتا اموي قاضي كابيت قوتني سليم سليم التجيبي جارك هندك برا هاتنا دف هندك برايتي سر مساله كميراتي هاتنا دف سليمي كو سليم قاضي بي الكيري المصري هات دف سر مسألة کا یا یا میراثی را قسم شرعی یک بچه کرو حکم در بری و هر برای کشونا بشه وی یعنی چی پشکاویش میراثی گهشتی. بری کو اف ميراتا به تلگ دكا دکا و دیار ظروف اکچه و اف برای تا و اکی گویی چیک وقتان با ما و اکی جارا کادی زفرینه و هات ندف حاکمی و هات قاضی سلیمی گویی ام حس تو یعنی uh, جاره کدی حکم اکیدی در بری uh, uh, سليم, uh, او جاره کدی قسام اکیدی بم چې کی میاشبیل کلیه هرکښمه بشوي چنده باروي چنده اینا سلیم قاضی سلیم زانی کو او احکامته هینګ در برین بوې مساله یا میراثه ماشین بیراوی بي. uh, هندي هاته قناعت بوونه چینگر کو uh, هر ایک شونه بشوواله تاریخ به جهت اواوی د نشښانګری جارك كادي دوباره اف حكمه هاته دوباره کین یعنی يعني جارا کادي جلسه کا قضیه هاته رشتنه یعنی يعني هاته هاته پک اینان او حاکم حکمکی دی در بریو قسام کا دی هاته چیکرنش برنده او قاضی ها اب عقل خو شاهر زانی کو کا چند دا فره یعنی يعني احکام بنا نووسین او هر واسه سر بینا گیرتن بجا بجارا اکی ما گوت المصري يعني اف هدی قاضی ها احکام قضائی گوتا کاتب خو لازماتو يعني احكام قضائي ايش فيري بيفا بن فيسي وبشتي الشاهد جي إلسر جيرتن وتاريخ جي إلسر هاتا نفيسي خوش كبرات عزيز هاري كارت قاضي إلسر زمان الدولتا يا اماوية كانت كسك هابين تقولني هاري كارت اعوان القاضي اوج اعوان القضاة ايك شوانا كاتب بي كاتب او او نفيسينا اب نفيسينا احكام قضائي راتبتن بشتي احكام قضائي درت درت كابن اش اش قاضي اوا إيه كاتب يعني نفيسر یه دوی المنادی منادی کیش که اوه اوه کو گازی گازی هفرکات کرد کیش که مدعا علیه کیش که مدعی کیش که مدعا علیه کانه نشاهد یعنی ناوت اینا ندف و کت اینا ندف حاکمی دا حکمت در حق دا وبری با هر وصا کسا که دیجی هبی و هاریکار با قاضی گوتنه الحاجب حاجب کیش بی و ایک در یهوانا کی بیختید بیا خبصا و قربالخ گلک یعنی قضیت هاتنه کیس و قضیت هاتنه بر درجه حاکمی یا جی شخص که بیت حاجب آبیها اتکر نسرا و کت کتاد که نجور و داخل خبصا و ازدحام موجود پشتی هنگی چه شخص چاره و کار با قاضی گوتنی ترجمان طبعا ترجمان با وان کسابی اویت کو نش عربا کیسک هات با بابت قضاای هات با محکمه دا قاضی بسرمانه سر زمان دولت اموی ها وقتی شخص دی نه عرب با لغت عربی نزانی با پیدوی بی که ترجمان اکه با لازمه اوی ترجمانه ها لوی سردمی فارسی زانی با مثلا لغت رومی زانی با مثلا ترکی زانی با مثلا کردی زانی با دا شیا با ترجمه با قاضی بکتن و حتی حکم خواه در ببردم مصادر جدارت احکام قضایی سر زمان دولت اموی دا اشاره اکی بدین وانا بابت هشتا

الاویدی نه قرآن دا نه دا بزنه سنت دی بجا کی سنت دا پیغمبري با صلوات خود سر چی سنت خلفائت راشدی با چي كوخت عميت بجينە وختان سنت سنت دا پیغمبري جي كات گريتم سنت خلفائت راشدي جي چونکو سنت خلفائت راشدي جي هر بو ما جي درك جي الدين ما يان جي هر بس كي چا وگا وەن بجين جي درك جي دريت احكامه ما گوتيت الشرعي يادي سوابق قضائي سوابق قضائي حكمك نفس بتن نفس حكمة دي بوئتا دار برين بجا اگا تاريخ دا يعني بري او او قزيا يا ويكي يا دمل يا البردست بري هنگي كيسا كي وصا ريدا بتنو حكمة كي قضائي قزيا دي بو دار برين بتن بجنة السوابق القضائية ابت شارزا محامي وان مسلا اتزانن حاكم اتزانن داوي سابقا قضائي سابين كيسيني وكي حكمة كي حاضر هما دا دا چست بین سر و دا هفرک به اینه جگ وکرن جدار چاره اجتهاد یعنی اجتهاد دا قاضی اجتهادی کتن هکه قرآن نبا مثلا حکم شرعیت قرآن دا نبا سنت دا نبا سوابقیت قضایی نبان مجبور بی قاضی بشار زایی خوا، و بعلم خواه و زانی نخواه و و و و تیش دا اجتهادی که تو استشاره جد که راوشکاری کاری لگل حاکمات کرد روش گل علماات کرد کاری لگل مروت پشوات کرد یه زیرک حتى كدا حكمي هندي جهات با نزيكي حقيه و نزيكي بتن جدار بينج اخفتنا الصحابي بجني قول الصحابي يعني هجر صحابيه كي حكمك فابري بتن و كيسا كواكيوي بشتي سر زمان دولة اميو ياريدا بتن دا قول الصحابي جي اينا دي ساواتها تاور گرتن وكي جداركش جدارت احكام الشرعي و هر وصخالة ششوية دمائكي يعني جدار ششوية دمائكي العرف والعادة ما گوت هر ملت کی عادت و عرف و عادت تخایت هن عرف و عادت جی گلا گلا کی پیزن تنه هجمارت هندک جرا بو احکام یت شرعی و قاضی پش سر حکمیت کی حکمی خو در بتن سر عرف و عادت خلکی اگر اف عرف و عادت نت مخالف بو بنمایت شرعی یا جی حاشا خرابی و فاحشه و فسق و فجور تی دانه بتن قنجی تی و باشی تی موافق بتن بو بنمایت سرکیت اسلام بو ارکان اسلام عرف و عادت جی گلا هاتنه يعني وارجرتن واكي وكي أحكام قضائي بو واك خشكو برايت عزيز أف أخفتنت أمد بيجين سر زمان الدولة أميو بريكو مذاهب فقهي دار يعني مذاهب فقهي هر وكي همي اتظاني سر زمان الدولة عباسية دار كابن بجا اجبر يعني أم نوفي وان أو ديا عالما وزانا ناين مذهبات شكو أبا بري خدانت مذهبان هروسا جهازكِ الشرطة هبي السرزمان زمان الدولة يا أمويات ايه جو الجهاز التنفيذي دا تنفيذ أحكام الشرعي اوش زاردة درد دركتن دا أو أحكام الشرعي ساب عن دمان السر هفركا كاي كي حق وكي نحق جوتي كان دا حكم قضايتش كي جريش كي ناجريش بعدالة في أحكام القضاية تنفيد اتكيرن طبعاً اف جهاز الشرطة جي ما جو بن فرمان قاضي ذبي وقاضي فرمان لا ما دي سفاد الدبارة كن بيجم قاضي السر دولة سر زمان الدولة أمويه مستقل بين دربرينا أحكامه يد شرعية حريتك مطلق هبي بو دربرينا يا أحكام الشرعية جبلي كوها حاكمي بو يعني بو دلي خوا مشاورته عندك علماء الزانا كربا أن كسكي دست كسي سري قاضي رانبي پيوا كسي سر پيوا قاضي رانبي او ابابي يطبان جهه يشنازي اي ك وكيتي خالد شنازي يد بشكفتن الدوله الامويه وقضاء ارس زمانه وانا قضاء قام مستقل بي رحمه عدالته دلوفانيت ادابي خليفه بكتم سر زمان دولته يا امويه ما قلت جلك جره جارة جره مثلا حاكم تاين حاكم خليفه والي حتى في جاجي ما قلت يعني قضاء اتكنا وكي قلت بن حزيت خوايت سياسي ويت فكريفا مثلاً دا صلاة داراكا مثلاً يان جي آغاكا يان باكاكا يان كى مظنة مجبورة حاكم الديف ميلاوي يا سياسي يعني يا فكري هندك جارا باكتن

بو معاوية فريك وقت معاوية واليل الشامى وافريسالها ما قد بنمايت قضاءه تدا لما دا إشارة بدين إشارة دا بابة القضاء قتربوا مع الرهم ببدن. إيش وان يدكو إمام عمر يعني تأكستل السر معاوية بجيري بيبكتن أبدا إيه إذا تقدم إليك خصمان حكر دو فرق البرمبريتا حاضر بين وقت قاضي بشتنفع عليك بالبين العادلة واليمين القاطعة هشيار بيا معاوية ايكش هر دوكا تي اعتماد لازمه سر بكي ايك لازمه بلجاكي كي عادل بلجاكي كي بلجاكي يب تو حكم خوال سر اساسي وي بلغي وي دليلي وبري هكر بتن اليمين القاطعة سيندا فابر يعني سيندا وصا مازبيت يا مكمبتا كو نقل الحكم السر اساسي وي سيندي بيتا ماغوت اه فابرين اه بوشي لان القاضي لا يعلم الغيب قاضي علمي غيبي نظنت كي حقا كي حقا. يعني ايك دي او كتن مثلا البينة على من ادعى او ادعائت كتن بجنة مدعي لازم او بلغي دليل خوابينة اگر بلغي دليل خوا آشكرا و بیاد قناعتا يا قاضي هنجي قاضي دي ده حكمي حکم خود سر اساسي وی بلجیه. هک بلجی و نبن هنگ مدعا علیه دي سند دختن و رفته چه ال 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 بینت او و و کی ال و طبعاً بو مدعا علیه هر گفته که اوه ها بلجی نبن اوه ها دی سین خودش گفته سین هاتا خوارن مگه اشنی کابش دی هنگ ده يعني حكم ات دربرين خاله خاله گوتا معاویه ایت رساله خدا نبی سی ضعیف گوتا ضعیف نزی که خواب که گلک جارا دو مروه تفرک ده اینا بر محکمه ایک شوانا یه مسئول که قویه پیزه یه دی خوالی سرکه که فقیره که مثلا جاره که امام عمر گوتا گوتا معاویه ای اوه, اوه, اوه لاواس اوه هجار اوه فقیر کش چنگی خوا دا از مانوی شول بکت دا دلوی را گیره دا شد بر روانیش خواب کتن چونکو هکرته اف ضعیف و لاوازه هیلا البر دوی اوی او دوی ها اوی 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 او به هیز قوات دا فقیر نویرن هیزی بزی با در برینش ناخی خواب کن در برینش رئیا خواب کن در برینش حقی خواب کن برانبر ظالم و زوردارا اش بر هنده لازمه یه ضعیف الدفته قوی بد بران یه هفرکی و یه پیز دا حقی برزنه بتن او خالا دوی خالا سیه علیکه غریب جالك مروفت هين يش وارو ولاتي خو فقط هين ويه چوي جهاكي چوي دولتاكي الويري كيشاكا بو چه بي كيساكا بو چه بي يعني برامبر قضائي و البرامبر قاضي الرابس بجتن هشيار با مروف غريب باش نه اخه چون غريب روی غریب یل هیوی کا خلاص دازی کا وگرتا مالا خو هکر تو اوی زیکا پرنه اخی احتمال ده حق خو بخلکه هیلتن دازی کا وگرتا نفرو کسو کارت خو بجات بشتن مروی غریب یعنی کیسایی پاش ولی نده حتی و گاوی هکر یعنی محکمت ما عدالت هبت لازم رو غریب یه دیر یه نه خلک وی باجری یا نه خلک وی دولت لازمه زیکا کیسایی مشینن دا افمرو و یعنی تاخیر نبتن دا چون کوم رو و کی غریب رو و یه و گوتی رونگ بخاب خواهش کستی چو کارو پشتوان به جا ما هکر قاضی جی خله نه پشتوان هاری کاری پشتوان یاوی نکتن ده حقوی خارن احتمال او خلاصیه خالا يا تشاري أبيا اه وعليك بالصلح بين الناس عند اشتباه الأمر بيشتن هرقا فكا الدفتر برزة بكا كي حقا كي نحقا محاولة بكا حكمي ندر برا حتى فيقا بجي الإسلام دا زي يعني شريعة فرمان القاضية بيشتن جلا جلا تأكيد السر وبرنا حكما نكن دا سنشانكن أبا حقا أبا نحقا هدي وبيتش بالصلح والصلح خير صلح خیرتره اش در برینا حکمی مثلا دو هفرک هاتنا بران بر قاضی مثلا شینا بجت اوه حقه و اوه نحقه اوه نحق که تا دلی خواه و شنیکا کربو عیناد بو چه بتو العرده چگاوا دلی و بو چه بی در

صافينا بتعرف مثلا احتمال هشتا كيما قلت يا هافيريا وانا اوه وخذنا هشتا يعني اخرابت اللي بيتنا خشكو برايت عزيز اجب لي باباتي قزائي ما قلت جهازك الشرطه السر زمان الدوله الامويه جلجلكي بهس هات بيدام عزران ليش لا معاويه ورحمه اخذ السر معاويه ابدا بوجب اب جهاز جهاز الشرطه لاقرار النظام وتوفير الامن دا نظام او او برقرار بكتن وهر وصدا یعنی امن و امراهی جی مگود پیدا کتن معاویه خود جرازی بتن نه درد کت الا حرسکی شخصی با زیروانیاوی یعنی زیروانکی یه تایبت هبی احتمال دو سه هبن با حماتاوی شخصی یعنی معاویه گلک مروکی شارزاوی گلک مروکی هشیار بی اه كو دجمريت وي زحف بين لوما جهازك كي شرطي بهس شوان شرطاجي طبعا عندك شوانا خاص بين يعني زيربان زيربان طيباتها بين بحماية الشخصي شخصي اه خاصه بشتي او حولة خوارجة او اكو سر نغيرتي محاوله كينكم معاويه بكوجن يعني التاريخ دا ما يبحث كري احتمال عندها جرات سيرات دا اه سيرة امام علي دا ما بحث كربي اه خوارج اه ان يذكر كوسيمروفا دس كن سي خوارجة ابيت بهز بقوات كو ايك بچت امام علي بكوجتن الكوفة يدوي بچتن عمر بن العاصي المصريه المصري يسي بچت معاوية بكوجتن الشامي طبعا افهرسي كاتشون بفي انياتي يه كوفة امام علي كشت و يه جي معاوية بريندار كر جلق, جلق خطر و اوه چوي الشامي جبر يا معاوية الشام هاتا قرطال كرنه محاولة قرطال بجاش معاوية يعني جل جل كت شافطر صايبش محاولة اغتيال جل دجمن من إش بليكو نف نف إش الحمد لله هند احتمالات دجمن كارن بين بس دروي دولة اسلام أو رومبي أو فرزبي أو جهيبين مثلا منافق بين يعني أنواع أشكاله يدشمنها لو ما يعني معاوية همي وقت مازن مازن يعني بويش هندي أكير اشبرهنده بشتي في محاولاها معاويه چجا ندر كتبتني الا خطه بونوي جي, جي لازم زيروان هنداوي سريبي بان چون زاني امام عمر النظام گفته بلكي البشاب بصرمانا بلكي خط نوام دا يعني هاتي اختيار كرن و بارانكا يا خنجرا يا حتى كلا خيوي هنش هنش كري لو ما سربور جلق بخورد سربورش تاريخي أقل جرن عقل دار بيش شارع زابي لو ما جلق جلق زيب زي نت طبقه طبقه ايه دجمنا و يت نحزا معاوياي هجري زياد بن هي كرا واليه بصرة بشتي زياد بن ابي هي تشوي واليه بصرى صح كتي بصرى باجركي وكي غوتي براللهه دزي وحاشا وكي غوتي نهيبا او, أو, أو جوتي طالان وكي غوتي ثالونكرن وريجري واستيا زحف اديق عالم نبرتل نيوا مالا خج احتمالا ابشافي سرق قد انتصر باليف كي وكي اب امناهي لو ما بسيار او چی یعنی او دارستانه یا اوه او شارستانه او بچه هو امن اف امن امنه یا بچه کی و چه او چه ظلم تعدادیه چه دزیت نکردن چه چه دزی کردن چه نهی باید چه دیه اینا گوته از بنی خود گلگلک یا کیا و امن و امنه نمایه سیستم و قانون و نظام جهخوا مگود ندیتیا را و مجبورین هر ایکش ما بخوا حرس میتن دورد مالت ما رابی زیاد بن آویه اول بين غافا هابتي غوتا سركردي الشرطات غوتا قائد الشرطه غوتا يلا جفيري بيفا زيرافانيا رحا أو يا مال خلكي وناميسا خلكي كابتا سر دولتة جفيري بيفا لازم ام وكي غوتي جهاز الشرطة في مهمه رابطا شويري بيفا ما غوت بشاف الروش يعني الشرطه يعني زيرافاني ما غوت الخالكي اذكر و سروات السامانيون و ماليون و رحاوانا طبعا ما قد تهاتى باراستن بشوى ما قد زيرواني الخلقى تهاتى كيرن اي كم كس قانينة يانج ياساية من التجول تاريخ اسلام دا در كري زياد بن ابيه البصرة. يعني قرارك ياساك در يخص قد هر كسا كي ام شوى ببينين پشتی نیوژه عیشا ببینیش در و امده کجین؟ اولی طبعاً به هندبی بیکودابشن سایتاری سر و کی گوتی باجری بکند دا برالایی چه نبتنو اودا دزیکر دوره خوا مگود نبینم. برنده من عتاجا پشت پشتی يعني يا برقرار بك هر كسا ديت با بشت إلا أو تينا أفيكو وكي قوتي عذركا شرعي ما قوت هابت النساخية كتشتاكي وصانا أما بي عزر هر كسا هات با ديتن نيفا با جريجي احتمالا دائنا يدائتا كشتن هر وصا بيجتن حتى بين سات مروفاجي بين سات دزيكارا وأبيت نهيبا وأبيت رقّ الخالقين قيرنو وأبيت سرمالت الخالقين قيرنو طالنت الخالقين بن حتى بين صداج زياد بن أبيه البصرة كُشتن حتى شيع امنه أمنو إمناهي برقرار كتن برجستة كتن ال ال باجرة بصرة تقريباً نزيكي 2000 شرطة الباجرة بصرة بين بري زيادة بن أبيه بجتن بلاد ريد جمارة زي ذاكر كيرنا 4000 أوجي بهنديا دا هيبتا دولة يعني برقرار بتن با پشتافت و هر وسا قانون و یاساجی موجود برقرار بن حتی یعنی بلادرید بیشتن جاره که کسک شخصک جدر وی باجر بسراهات او دیت خواه دنیت خواه یت شیری آمانت خواه یت شیری اینان حتی درنگی و دیاره ایواره درنگی هاتی هستی که حتی شیری خواه فروتی و آمانت خواه بار کرین بيبشتي عائشة نبينك الشرطة ديت الكولانة كي يتشتن يلدورة خسيرة رابين أفمر بها جر طبعا وقتي جرتي إنا داف زياد بن ابي زياد بن ابي قلت تو شي أز غريبم أز جدار في باجري هاتيم بالما بيدرنجي حتى من شيري فروت مجي أز أز هي هاتيم ها جرتن قلت ما تو منع هر أم ببينين بشتي عائشة ديتا كشتن قلت خودي أز بني من قول في قياسة جنابية إنا زياد بن أبيه يعني قوتي والله كشت دي وكي قوتي شاك سازي كهبتت ناف ملاتي دا لوما ربي أفمرو فيها كشت أمنا بجين أبا كارا كي باش بي زياد بن أبيه كي طبعا احتمالا في ظلمه و بس جالك جارا أبيت يعني سرداريا أنجي سركيشيا ملاتات كن دولة بريبت بن هندك جاره عنفه و دجواريه بكارت إنن بوچه تشتي بودا سهمير كن سري خلق الرادا ما قوتي دا قانون وياسا برقرار بتنو امنو امناهی بر يعني یعنی وکی ما گوتی بلاف ببتن شبرفيتش هندي يعني اهتمامك جالك معذن بابطه امن وامنهياتها تدان الخلقه بيت هاجر خدي حسكي ان شاء الله بابطه تمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته